ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. برحب بحضرتك أستاذ كمال. أهلا وسهلا أستاذ كمال. كيف تابعت وقاع المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء وأهم المعلومات المرتبطة بميناء دمياط الذي كان يقوم بزيارته اليوم؟ الحقيقة النهاردة طبعا يوم هام للاقتصاد المصري، خاصة لقطاع النقل البحري كما أكد رئيس الوزراء. طبعا رئيس الوزراء بيشهد احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري الإيطالي. الحقيقة هذا الخط يعني مهم جدا فيما يتعلق بنقل الصادرات المصرية للسوق الإيطالي ومنه للسوق الأوروبي، وفي نفس الوقت طبعا سرعة نقل أيضا الواردات المصرية خاصة من الحبوب إلى مصر، وفي نفس الوقت بيعزز من مركز مصر كمركز إقليم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. بالتأكيد طبعا ميناء دمياط ميناء مهم، خاصة طبعا في ظل التوسعات اللي بيشهدها. رئيس الوزراء أشار إلى محطة تحيا مصر واحد والتوسعات اللي بيشهدها الميدان، وده بيأتي في إطار الحقيقة التطور الكبير اللي بتشهده مصر في الموانئ وفي مجالات النقل البحري، واللي هو طبعا يعتبر يعني محور مهم في اطار خطه مصر للتحول الى مركز اقليمي للوجستيات والنقل البحري. وطبعا كل هذه التوسعات وكل هذا التطور بيخدم ويدعم الصادرات المصريه للوصول الى الهدف المصري في الوصول الى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. نعم أستاذ كمال، يعني النجاحات التي قامت بها الحكومة والدولة المصرية على نطاق الموانئ هي نجاحات مشهودة، حدثنا عن هذا الأمر، يعني قدر النجاح الذي تحقق على أرض الواقع وتم افتتاحه حتى الآن في مجال تطوير الموانئ وخدمات النقل. الحقيقة مصر شهدت قفزة كبيرة وتطور كبير في مجال الموانئ وفي مجال خدمات النقل البحري، والحقيقه يعني شايفين النهارده ميناء دمياط، قبل ذلك رئيس الوزراء كان في ميناء الاسكندريه، وايضا الموانئ الخاصه بالبحر الاحمر، ميناء السخنه، في اطار طبعا التطوير اللي شهدته المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس. كل هذا التطور احنا لو بنتكلم عن يعني التصنيع المحلي، طبعا احنا جزء مهم طبعا من التصنيع هو سرعة نقل مستلزمات الانتاج، فطبعا هذا التطور اللي بتشهده الموانئ بيخدم الصناعة المصرية وسرعة نقل مستلزمات الانتاج، بيخدم سرعة نقل الحبوب، بيخدم ايضا الصادرات المصرية، واحنا بنتكلم عن التوسع الصناعي وتوسع الصادرات. فالحقيقة يعني أيضا تم اتخاذ خطوات في إطار أيضا زيادة نشاط الموانئ المصرية، منها تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88%، وخاصة مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع بعض الدول زي إيطاليا. فالحقيقة مصر حاليا بتتحول إلى مركز فعلا عالمي للوجستيات، وده الهدف اللي يعني حدده الحكومة، واللي الحقيقة على مدى السنوات الماضية عملت الحكومة بجد، ويعني قامت بحركة تطوير واسعة لجميع الموانئ المصرية، وزي ما قلت طبعا ده هيساهم بشكل كبير جدا في زيادة الصادرات للخارج. نعم أشكرك الأستاذ كمال ريان الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوفية.